دايما انا لما بحب اجي اتكلم ما بحبش اتكلم بسوء ظن، وبالتالي انا هتكلم دائما بحسن الظن، دائما مش هتكلم بسوء ظن، هتكلم دائما بحسن الظن. هي ليه لجنه المسابقات خلال الفتره اللي فاتت في اتحاد كره القدم اجلت عقوبات الاسبوع الثاني لما بعد الاسبوع الثالث مره تانية؟ وانا دايما لما باجي اتكلم بتكلم بحسن الظن، انا لا اتكلم بسوء الظن. يعني انا ظني في ان ده حصل قد يكون خطا، قد يكون خطا وقد يكون شيء اخر، انا دايما ما ببصش للشيء الاخر، ولكن بعتبره خطا لحين ان يتم اثبات العكس. ف هو انت ليه حضرتك كلجنه المسابقات ما طلعتش العقوبات بتاعه الاسبوع الثاني الا بعد نهايه الاسبوع الثالث؟ مش فاهمها. ممكن يكون عندي انا خطا مش فاهمه، فلو حد يقدر يطلع يشرح لنا يا ريت. يطلع يقول لنا يا جماعه والله لا الاسبوع الثاني في كذا وفي كذا زي ما بنسمع يعني. ف قال لك احنا مثلا اخترنا الناس الموقوفه مباشره، فهل ده صح ولا غلط؟ طب ليه حضرتك اجلت برضو السؤال مهما تقول ومهما يكون رد حضرتك، هو لماذا تم تاجيل اعلان العقوبات بتاعت الاسبوع الثاني لما بعد نهايه الاسبوع الثالث؟ معرفش، سؤال كويستشن، علامه بسال عشان اعرف هو ليه بيحصل كده. وزي ما انا قلت على موضوع التحكيم في الاسبوع الثاني، يا جماعه التحكيم ده جزء وعنصر مهم جدا جدا، نتمنى ان هو ودائما وكل شويه هاكرر هذا الكلام، النادي الاهلي بيقف مع منظومه التحكيم في مصر دائما، التحكيم المصري يعني. ولكن عندما يتم جلد النادي الاهلي في مباراته امام بيراميدز، وعندما يتم جلد النادي الاهلي في مباريات اخرى، او عدم احتساب اخطاء واضحه للنادي الاهلي على الرغم من فوز النادي الاهلي برباعيه مثلا في مباريات اللي فاتت وكان كسبان اربعه وما احتسبتلوش ضربه جزاء، هو حضرتك مش عايزه يكسب خمسة؟ أو ساعتها كان واحد مش عايزه يكسب اتنين؟ أو ساعتها كان صفر مش صفر صفر مش عايزه يكسب؟ مجهود بيبذله أكتر اللاعبين، لكن أنت لو حضرتك النتيجة واحد وبقت اتنين تبقى المباراة أسهل عليك كحكم وعلينا وعلى كل الناس. فكل دايما اللي بنطالب بيه الشفافية في التحكيم، مش مع النادي الأهلي بس، مع النادي الأهلي طبعا ومع كل الأندية. العدالة التحكيمية، العدالة التحكيمية، العدالة التحكيمية، كل شوية بنقعد نكرر هذا الكلام، كل شوية بنقعد نكرر ونقول هذا الكلام. ف نفس الكلام بالنسبة للجنة المسابقات، اتكلمنا وقلنا إن هناك رئيس شاب للجنة المسابقات، إن شاء الله الفترة القادمة تكون الأمور جيدة جدا بالنسبة له والدنيا تبقى زي الفل، ودعمنا ووقفنا وعملنا. عايزين بقى حد يطلع بعد إذنكم يرد علينا يقول لنا يا جماعة ليه، لماذا لم يتم اعلان العقوبات في الاسبوع الثاني وتم انتظار هذه حتى نهايه الاسبوع الثالث؟ تم انتظار اعلان العقوبات حتى نهايه الاسبوع الثالث. اتمنى ان حد يطلع يقول لنا هذا الكلام، بس ما عنديش اي مشكله على فكره. ممكن حد يطلع يقول لي يا اسلام لا والله في واحد اثنين ثلاثه عشان كده استنينا، 100 100 100 100، بس دايما احنا موجودين ودايما بنسال ودايما بنحاول يجي لنا استفسار، يعني بنحاول نتصل بهنا وبهنا وبهنا عشان نعرف الاستفسار ايه، او عشان نعرف إجابة الأسئلة اللي احنا بنسألها ايه. طلبت من اسبوع 10 ايام يا جماعة من فضل حضراتكم للمسؤولين عن التنظيم، اعتقد الشركة الراعية او مين، محتاجين مايك بعد كل مباراة يلف على الصحفيين عشان صوتهم يوصل للمشاهدين اللي بيتفرجوا على المؤتمر الصحفي، لان أسئلة الصحفيين بتبقى أسئلة مهمة، وبالتالي مهم ان الناس تسمع أسئلة الصحفيين. معرفش هل ده حصل، ما شفناش مؤتمر صحفي لغايه دلوقتي، كانت بعد كده مباراه اسوان، بعد كده كانت مباراه اسوان، فما شفناش المؤتمر الصحفي في مباراه اسوان، قريناه بس. بالمناسبه هو اسمه المؤتمر الصحفي. المؤتمر الصحفي، صحفي يعني ايه؟ يعني ان المشاهدين عايزين يشوفوا المؤتمر الصحفي، وعايزين يسمعوا المؤتمر الصحفي. ففي حاجات بس كده بتبقى، معلش هي بتبقى بسيطة جدا، ف بتبقى حاجات بسيطة جدا، ولو اتعملت هيبقى أحسن وأحسن وأحسن، وهتبقى الأمور أفضل وأفضل وأفضل. وهفضل أكرر بالمناسبة، أنا ما بتعبش من التكرار، بفضل أكرر وأقول.